بعد ما اخدنا الريد هنتنقل لإكزامبل تاني اللي هو الاوبن فايل. يعني ممكن ده نسميه اوبن فايل دوت جي اس. فكرته ايه بقى؟ اشيل الكلام ده خالص الاوبن الفايل او نخلينا بس ممكن نخلي معلش سوري امسح ده كله وخلي الرايت في الاخر دي ماشي فايل سيستم دوت اوبن ماشي دوت اوبن دي زي ما احنا شايفين كده ليها اول حاجه عندنا الباس المسار وبعد كده فلاجز والفلاجز دي قصه هنتكلم عليها وبعد الفلاجز اللي هي سترنج بعد كده نمبر بعد كده المود النظام وبعد كده الكول باك الفانكشن بتاعتك ماشي يبقى عندنا باس وفلاجز ومود وكول باك خلاص باس وفلاجز ومود وكول باك طيب الباس خلاص عرفناه اللي هو المسار تكتب اسم المسار او اسم الفولدر او اسم الحاجه لغايه لما توصل للمسار الصح فانا مثلا هقول له والله احنا عندنا امبليز دوت جي اس ده الفايل محطوط جنب الفايل اللي احنا هنفتحه الوقت ده ماشي ده اول حاجه المسار بعد كده الفلاجز هنا بقى يا شباب في فلاجات كده مجموعه من الفلاجز اللي احنا بنستخدمها طبعا من سنجل كودز كده ولازم نكون عارفين من اشهرهم مثلا ار مثلا ار دوت يعني ايه هتفتح الفايل للقراءه وطبعا هيطلع ايرور لو الملف مش موجود ده اول نوع خلاص كده ده اول ايه اول نوع يبقى الفلاجز ممكن نكتب كده الفلاجز اول حاجه عندنا اللي هو ايه ار وفي بقى ار بلس بقى ايه بيوبن الفايل عشان القراءه برضه والكتابه يعني ار بلس تو ريدنج او اند ايه اند رايتنج طبعا بيضرب لو كان في ايه لو ما كانش الفايل موجود ده الفلاج الثاني الفلاج الثالث ار اس الار اس ده بيعمل ايه بقى؟ الار اس بيوبن الفايل للقراءه بس في نظام السنكرونس يعني الاس دي اصلها يقصد بيها ايه؟ سنكرونس ماشي؟ طيب في ار اس بلس نفس الكلام ار اس بلس بيقرا يفتح الفايل للقراءه والكتابه بس برضه سنكرونس ماشي؟ بس برضه ايه؟ سنكرونس مفيش مشكله طيب في دبليو دي جايه من كلمه رايت ودي يفتح الفايل عشان هكتب فيه انا عايز افتح الفايل عشان اكتب فيه طب لو الفايل اصلا مش موجود هيتكريت لك اوتوماتيك اول مره يعني دايما اول مره لو الفايل مش موجود اساسا خلاص بيتكريت اوتوماتيك اول مره ماشي كويس طب لو كان موجود بيرمي ويحط الجديد اقول تاني عشان ده دي مهمه رايتر لو لقى الفايل هيرميه ويحط الرايتره الجديده الكتابه الجديده طب لو ما لقاهوش هيكريته لك اول مره مش هيطلع ايرور يعني هي ايه؟ هيكريته لك ده مين؟ الدبليو في بقى منه دبليو اكس دبليو اكس دوت هو زي الدبليو بالظبط لكن الفرق ان لو لقى الفايل موجود ما يرابلسهوش لا يضرب لو لقى الفايل مش موجود لا ما يعرفش يكريت خلاص عشان الناس اللي بتقلق من حته ان هو الفايل القديم يترمي ويتعمل فايل جديد لا لو الفايل القديم موجود خلاص ما يعملش ماشي طيب عرفناها دي في منها الدبليو بقى بلس الدبليو بلس معناه ايه؟ هتفتح الفايل للرايت وللريد والرايت ولو الفايل مش موجود يكريته او ايه يرابلسه لو كان موجود ماشي يعني زي بالظبط الدبليو بس الفرق ان هي بتقبل للريد والرايت بتقبل للريد والايه والرايت نفس الكلام بالظبط في منها اللي هي الدبليو اكس بلس
ودبليو اكس بلس زي دبليو بلس العاديه زي دبليو بلس اللي فاتت ديت، بس برضو لو الفايل موجود ما يرابلسش، الفايل لو موجود ما ايه ما يرابلسش، يضرب ما يقدرش. وفي كمان اللي هي ايه دي معناها ايه؟ ان هو هيفتح الفايل عشان الابند. ايه الابند دي يا شباب؟ ان لو الفايل مكتوب فيه كلام يفتحه ويضيف عليه الكلام الجديد. طب والكلام القديم يفضل زي ما هو ويضاف عليه الجديد، يعني اضافه مش كتابه جديده، لا ده هو بيضيف على اللي مكتوب، يضيف على الايه اللي مكتوب. وفي الاي اكس، والاي اكس معناها لو هو موجود خلاص، لو يعني لو المسار دوت موجود والفايل موجود هيضرب مش هيشتغل، لكن بيعمل كل حاجه زي الايه بالظبط. طيب ما اعرفش لازمته ملوش اي لازمه، بس ماشي. الاي بلس بيفتح الفايل للقراءه والابند، يعني يفتح الفايل للقراءه والابند ماشي، ولو مش موجود يكريت لك عادي. احنا عرفنا الابند يعني معناها اضافه على اللي موجود. في بقى اي اكس بلس، الاي اكس بلس زي الاي بلس بالظبط اللي احنا سالنا، بس لو الفايل موجود هيضرب، لو الفايل موجود هيضرب. طبعا دي بس مجرد من المعلومات العامه عشان نبقى عرفناهم. في الغالب بنشتغل يعني بنشتغل بحاجات بسيطه، يعني زي مثلا هفتح هريد وهرايت الفايل ويضرب لو كان الفايل مش موجود، يبقى انا هعمل ار بلس مثلا. تمام. طيب فلو احنا حبينا يبقى احنا كده عندنا ار، الار الفرق ان هو بيفتح الفايل للقراءه فقط، مش هيبقى مسموح ليا ان انا ايه ان انا ارايت ماشي. يبقى احنا كده ادينا له الاولاني البارامتر الاول اللي هو الباث، وادي الانديكيتور كوما، بعد الانديكيتور كول باك. الكول باك فانكشن بتاعتنا دي فانكشن ايه؟ فانكشن تاخد مني حاجتين، ايه هي؟ تاخد مني الايرور، وهتاخد مني كمان القيمه اللي هترجع من القراءه يعني ماشي، او الفايل ذات نفسه يعني. هقوم جاي هنا كده وادي بدايه نهايه الايه الفانكشن بتاعتنا، واقول له اف ان في ايرور، هيكتب ان في ايرور، اف ان في ايرور كل هعمله اللي انا عايزه منك، كونسول دوت ايرور، هتطبع ايه؟ هتطبع الاي ار ار بتاعي ماشي. إلس ممكن تطبع كده لو انت عايز تشتغل ويب، ممكن طبعا بالكونسول لو انت عايز بس تشوف على طول مباشره في الايه في اللوج يعني اهو لوج لوج. تمام. والكونتنت هوريك برضه الاف دي هتبقى عباره عن ايه المثال بتاعها دي الاوبن فايل. لو حبينا الران ده هقول له عايز نجرب الاوبن فايل، ويجي هنا قال لي كونتنت 3 ماشي. طيب هنا قال لي ايه؟ طبع لي نل، لان انا ما قلتلوش يعمل حاجه، ما قلتلوش ايه يعني كونسول دوت لوج الايرور، ما عندناش ايرور. سوري كنت عايز اقول له اطبع مين الاف دي لو انت عايز تشوفها في الكونسول يعني. هنعمل كنترول سي خلاص، لازم عشان نحس نعمل هنا ايه ريفريش. قال لي ثلاثة وانا طبع ليه؟ طبع الثلاثة. ايه بقى هي الثلاثة؟ ثلاثة ده رقم هو اسمه فايل ديسكريبتور، يعني الاف دي ده الاف دي ده اسمه حاجة اسمها فايل ديسكريبتور، ودي رقم كده بياخده الفايل اثناء دخل الفانكشن دي، بيرمي رقم. الرقم ده بالنسبة لنا
ممكن نعيد استخدامه بشكل اسرع جوه. يعني تخيل مثلا انا جوه هنا انا عملت اوبن مثلا الفايل او الاف اس دوت مثلا ريد مثلا، خلاص انا مفيش مشكله ريد. ريد دي اول حاجه قال لك ايه؟ اديني الاف دي نمبر، شايفها؟ ايه الاف دي؟ قال لك الفايل ديسكريبتور بقى، ان هو انت خلاص بقى عملت الفايل فتحته، اديني على طول رقمه، هو بيدي ارقام، اديني رقمه بقى ان انا هفتح على طول. فانا وجاي له خلاص ماشي اوكي، ادي الاف دي وكوما ومكمل بقية الحاجات كده، خلاص هو ربط نفسه، هو ان هو بيريد الفايل اللي عمل له اوبن، فده زي ريفرنس كده او مرجع كده، بيدي رقم عشان تقدر بعد كده تتم العمليات من جوه على نفس الايه؟ على نفس الفايل ديسكريبتور او الرقم اللي بيديه الفايل دوت، عشان يقدر يشتغل عليه داخليا على نفس الايه؟ على نفس الفايل اللي هو هتعمل اكتر من عمليه. ده بالنسبه لمين؟ للاف دي او الفايل ديسكريبتور اللي هو كان بيطبع معانا رقم 3.